نظم معهد الشارقة لتراث فعالية مزدوجة احتفاء باليوم العالمي للقهوة واليوم العالمي للمسنين الذين يصادفان الأول من أكتوبر من كل عام بمشاركة 11 شخصا من بعض الدول الخليجية والعربية والأجنبية. للقهوة مكانة متميزة في المجتمع الإماراتي عبر التاريخ، فهي عنوان للكرم والضيافة، ولأنها كذلك خصص لها العالم يوماً ليحتفي بها في الأول من أكتوبر من كل عام. وبهذه المناسبة نظم معهد الشارقة للتراث احتفالية بمشاركة 7 دول استعرضت أنواع البن والنكهات المختلفة له. من ضمن المشاركات المميزة عندنا القهوة الكولومبية وعندنا كذلك القهوة السعودية، طبعا بلادهم الطابع الخليجي، والقهوة الخاصة بمصر والبحرين، وتنوع ما شاء الله مختلف. القهوة اليمنية التراثية كانت دائما بتحضر مع الزنجبيل والهيل والأشياء هذه، لكن اليوم في العصر الجديد اصبحت القهوة المقطرة واللي هي السبيشاليتي القهوة المختصة هي ما يطمح اليه العالم كامل. القهوة البحرينية ما تختلف عن القهوة الإماراتية او القهوة الخليجية عامة، في الحمسة، في الريحة، في الزعفران، في الهيل، في كل شيء. الأجواء الاحتفالية لم تقتصر على صنع القهوة فقط، فقد كانت هناك بعض الرسومات واللوحات المستوحاة من القهوة، بالإضافة إلى مشاركة الفرق الشعبية العربية التي أمتعت الحاضرين. عادات الضيافة العربية في تقديم القهوة توارثناها من الآباء والأجداد، ومثلما للقهوة يوم عالمي فإن للمسنين لهم يوم يحتفي العالم به لتسليط الضوء على إسهاماتهم في المجتمع على مر السنين. وجود كبار السن للاحتفاء بهم في يومهم وسط الاحتفاء باليوم العالمي للقهوة شكل فرصة للقاء فئات اجتماعية مختلفة، ساهم في تعميق أواصر الترابط بين الأجيال. تشارك اليوم لدينا فرقتين بهدف إسعاد كبار السن من أمهاتنا وأبائنا الموجودين. تعاوننا مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومع بعض الزملاء من خورفكان، وكان تواجد كبار السن في هذا اليوم بهدف إسعادهم وبهدف الترفيه عنهم. أنا حين شفت الطقني جادتني دمعتي على عيني، أن أبوي يشيل الطبق يطقه، يعني نحس أن إحنا بعدنا عايشين، بعرف على أول عايشينها ما نسينا. معهد الشارقة للتراث وعبر برامجه وفعالياته المختصة يهدف إلى صون وحماية التراث الثقافي بشقيه المادي والمعنوي، مع تسليط الضوء على ثقافات البلدان الأخرى والتعريف بها.